أبو بدر وإدخال السرور على الشباب، والشباب نشكر تواجدهم. طبعا كل من حضر معنا في جلستنا من المتسابقين له 300 نقطة. لا 300 بركة بركة، اللي ما شارك عاد الله يسر علينا وعليه. احنا نحب نجي نشارك ونكرم، وانتم تستاهلون والله، يوفقنا وياكم. ولكن الآن عندكم الآن فقرة نسمة مع أخوي عبد العزيز الزهراني، اللي توز عجني شوي بالصوت حبيبي عبد العزيز، ونقولكم في أمان الله إلى لقاء آخر وإلى برامج أخرى، ونودعكم في حفظ الله ورعايته في أمان الله. سلام عليكم.